حكومة الاحتلال على كافة الصعد والأطر مداعيا الحكومة الفلسطينية لعقد جلستها هنا في تجمع الخان الأحمر. بالإضافة إلى ذلك طالب المجلس الوطني بإعادة النظر بالعلاقة مع الاحتلال والتي هي علاقة منقطعة منذ فترة طويلة، كما جدد الدعم والتحية لموقف السيد الرئيس ونهجه الذي يسير قدما نحو بناء الدولة الفلسطينية. هنا في هذه اللحظات المرابطون في الخان الأحمر يقيمون ويؤدون صلاة المغرب هنا في أراضي الخان الأحمر. العشرات من المتضامنين يواصلون هنا زميلتي ضحى الاعتصام ومساندة أهالي الخان الأحمر، مؤكدين رفضهم لسياسة الاحتلال، مؤكدين السير قدما نحو بناء الدولة الفلسطينية ومساندة القيادة الفلسطينية في خطتها وطريقها. نعم أسيد صباح مراسلنا المتواجد الآن على أراضي قرية الخان الأحمر، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام، قبل ختام هذه التغطية أنوه إلى ما ذكره وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن الفعاليات مستمرة في الخان الأحمر إلى حين صدور القرار النهائي بوقف قرار الهدم والترحيل بحق الخان وبحق كل التجمعات البدوية. إذن مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه التغطية الخاصة، شكرا لكم وإلى اللقاء. الشباب لم يكل همه أن يستطيل أو يمين نستقي من الردى ولن نكون للعدد كالعديد. لا نريد كلنا المعبدة وعيشنا المنكدة اهلا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا بكم اسرارنا البواسل واسيراتنا الماجدات بحلقه جديده من برنامج عمالقة الصبر. هذه الحلقة نبثها لكم في بدايتها من بلدة دير عمار، التي نوجه التحية لكامل أسراها في تلك الأقبية الاحتلالية. نوجه التحية اليوم لعائلة الأسير البطل إسماعيل عودة، أهلا وسهلا بكم جميعا عبر برنامج عمالقة الصبر. دير عمار بأكملها هي عائلة للأسير إسماعيل عودة، لنوجه له كل المحبة وكل التحية، وإن شاء الله نستقبلك محرر خارج غياهب السجون. في بداية هذه الحلقة مشاهدينا نهنئ كامل الناجحين في امتحان الثانوية العامة، وبالتحديد أبناء الأسرى الذين برغم من ظروفهم الصعبة أبدعوا وتميزوا في علاماتهم. هي تحية لكل أم وأب صبروا حتى نيل شهادة الثانوية العامة وتحديدا أبناء الأسرى. وسنكون معكم في الحلقة القادمة بإذن الله
بأجواء الفرحة في عدد من بيوت عائلات الأسرى بمناسبة امتحانات الثانوية العامة. مرة جديدة أهلا وسهلا بعائلة الأسير إسماعيل عودة. معنا ممثل تنظيم دير عمار، أهلا وسهلا فيك اليوم على برنامج عمرك الصبر. حياك الله، وإحنا باسم حركة فتح في موقع دير عمار بنشكر تلفزيون فلسطين على هذا البرنامج الرائع، كما ونهنئ أبناء إخواننا الأسرى الذين نجحوا في الثانوية العامة، ونرسل رسالة إلى أسرانا داخل السجون ونقول لهم إن الفرج قريب إن شاء الله رب العالمين، وسنلتقي بإذن الله تعالى هنا في دير عمار وفي باقي المحافظات وأنتم محررين بإذن الله تعالى، ونسأل الله العلي القدير أن يجمعنا بكم قريب إن شاء الله بإذن الله تعالى. بإذن نحكي الله. عن دور التنظيم مع عائلات الأسرة، كديش تنظيم حركة فتح وباقي المؤسسات بتكاملوا لنصرة عائلة الأسير أقل ما فيها اجتماعيا؟ يعني إحنا في موقع دير عمار نقوم بزيارات الأسرى في الأعياد، في شهر رمضان المبارك، في المناسبات الوطنية، ونطلع على احتياجات أهالي الأسرى، ونقدم ما نستطيع أن نقدمه من عون إلى أهالي الأسرى في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة الذي يمر بها شعبنا بفعل الاحتلال الإسرائيلي. ونتابعهم مثلا حاليا في الأسرى، أبناء الأسرى الذين نجحوا في الثانوية العامة، نحاول قدر الإمكان أن نتواصل مع الجامعات والمعاهد الفلسطينية في تقديم العون لأبناء الأسرى، وأن يكون لهم الأولوية في في التسجيل في الجامعات، وهذا دور نقوم به، والحمد لله رب العالمين نلاقي دعم وخاصة من أبناء حركة فتح في الجامعات الفلسطينية. نعم. وبالتحديد في جامعة القدس المفتوحة. يعني في تجاوب من المؤسسات التعليمية باعتبار عائلات الأسرة أولوية وعائلات الشهداء بالتأكيد؟ نعم، هنالك في تجاوب كبير، وأنا كما ذكرت لك بخص بالذكر جامعة القدس المفتوحة اللي بتتجاوب معنا دائما بهذا الصدد، ومن هنا ومن عبر تلفزيون فلسطين بنحب نقول لهم شكرا، شكرا جزيلا لكم على ما تقدموه لأبناء الأسرة وأبناء الشهداء فلسطين بشكل عام. كل التحية لك أخي العزيز، ودائما وصيتنا عائلات الأسرة وعائلات الشهداء، وأقل واجب دائما نقولها التواصل الاجتماعي مع هذه العائلات. معنا شقيقة الأسير البطل إسماعيل عودة، رسالتك إلى اليوم. أنا أخت البطل إسماعيل عودة من دير عمار، بهدي السلام إلى جميع المساجين، وإن شاء الله يا أخوي إسماعيل إحنا مليحين ومبسوطين، ما تهملش همنا. محكوم 20 سنة إلى 16 سنة في السجن، وإن شاء الله بنتمنى لك التوفيق وكريب تكبى بيننا، والله ما هو ناقصنا إلا تكبى بيننا عنا هان إحنا. والحمد لله بهنيك في نجاح بنتك صابرين، اتخرجت من جامعة بير زيت، ودنيا نجحت في التوجيه، وإن شاء الله بتطلع يا أخوي بتجوز أولادك يا الله، وإحنا بشتكي لك ونسلم عليك، جميعنا مبسوطين، وهي جميعنا هان محمد أخويا وجميع الشباب بسلموا عليك، وإن شاء الله بنشوفك قريب، وبسلم على جميع المساجين لأنهم أولادنا. والله إسماعيل ضحى في 87 سجن 6 سنين، وهذا دم من فلسطين، إسماعيل دم جميع دم مكدمة لفلسطين، وبتمنى له التوفيق، وإن شاء الله بنشوف وجهه على خير، وما حدا مكثر في أولادك، وإحنا بألف نعمة، دير بالك على حالك، وإن شاء الله الله يفرجها عليك قريب يا الله. وشكرا للتلفزيون الفلسطيني اللي هذا يتاح لنا هذه الفرصة. الله يخليك يا خالتي. بدي أسألك عن إسماعيل قبل الاعتقال، كيف كان إسماعيل كشقيقة، كيف كنت تشعري بإسماعيل الأخ قبل الاعتقال؟ يا عز الأخوة، فكا ابني وأخوي، فكا هو تمطار في ميل عندي، هو استعود مع الوذان نبهوا على يسويهم كهوة وكمناطور اللي دائرة. الله يعطيك الصحة وإن شاء الله بتشتملي فيه على خير. بما أنه بنحكي عن فرحة النجاح في الثانوية العامة، بدنا ناخذ بنته دنيا اللي نجحت في امتحان الثانوية العامة، منبارك لك أختي الكريمة، واليوم عبر البرنامج منبارك لأبوك كمان. تحكي لنا باسم كريمات الأسرة وأبناء الأسرة اليوم عبر برنامج عمرك الصبر، قديش صعب على بنت الأسير إنها تخوض امتحان الثانوية العامة أو أي امتحان في الحياة وهي بعيدة عن والدها؟
أنا بنت الأسير إسماعيل عارف، بحب أشكركم وأنا الحمد لله نجحت بالتوجيه، وبحب أهني بنات كل الأسرة. طبعا أنا بنت أسير ودخلت على امتحانات، وطبعا الحمد لله بالرغم من أن أبوي كان بالسجن بس الحمد لله كان معي أول بأول بكل امتحان وبكل مادة. وبحب أحكي بالرغم من أنك أنت بالجسد مش عنا بس يعني أنت دائما بكلبنا، وبحب أوصل رسالة أنه إحنا الحمد لله تمام بخير، ومبارح طلعت النتيجة وكنت يعني بتمنى لو أنك عنا بس الحمد لله تمام على كل حال. وبحب أوصل سلام لكل الأسرة، وبحب أحكي لهم خلوا أملكم وبالله كبير لأنه العمر والسجن سكر بوابه على حدا. كديش كان عمرك لما اعتقلوا والدك؟ كنت صغيرة كتير، كنت سنة تقريبا سنة كان. واليوم مشاهدينا تحقق إنجازا برغم من كل هذه المعاناة بأن تتفوق وتنجح في امتحان الثانوية العامة برغم من آلامها. هي رسالة الشعب الفلسطيني بأن باقون بنفس أبناء العز وأبناء النضال وأبناء الوطن. اليوم بدي تحكي رسالة لكل بنت أسير موجهة لامتحانات، موجهة لظروف مختلفة في ظل اعتقال والدها، تحكي لها عن تجربتك الشخصية وتدعميها اليوم عبر البرنامج. بحب أحكي لجميع بنات الأسرة اللي بدهم يقدموا على الامتحانات الثانوية، بحب أحكي لهم إنه ينجحوا ويقدموا أكثر ما في عندهم، لأنه هاي هدف كل أب إنه بنتها تنجح وترفع راسها بالرغم من إنها يعني مش موجود عندها. ويعني البنت اللي بتنجح واللي بتجيب أعلى معدلات هاد فخر لأبوها بكون بالسجن. أكيد. سنة عمرك فقط عند اعتقال والدك. هم يوجه التحية لوالدتك اللي مش موجودة معنا اليوم في التصوير، ولكن دائما زوجات الأسرة لهم باع طويل في العطاء، ولولا عطاء والدتك وعطاء أعمامك ما كنت وصلت لهاي المرحلة. أكيد اليوم عبر البرنامج بدي كلمة لوالدتك اللي مش موجودة معنا اليوم في التصوير، ولكن كلمة محبة وكلمة وفاء للوالدة الصابرة اللي سهرت وعانت في ظل غياب زوجها من أجل أنكم تكونوا في هاي المواقع اليوم. بحب أوصل رسالة الأمي، وبحب أحكي لها يسلم على كل إشي قدمتي من حديث ما ولدتين الهسة، وأنه ما قصرت في التوجيه، يعني كانت يعني ما أخذ محل أبويا ومحل الجميع، وكانت تقدم له مساعدة كثيرة. وبحب أحكي لها الله يخليك. الله يا ربي يحفظكم جميعا، وإن شاء الله بكون أبوك بينكم قريبا برغم من الاحتلال وبطش الاحتلال. بدنا ناخذ البنت الأكبر لوالدها. تعرف على حالك اليوم عبر برنامج عمالقة الصبر أختي الكريمة. أنا صبرين بنت الأسير إسماعيل عارف، بوجه تحيتي لأبوي، وطبعا يابا أنت بالجسد مش معنا بس الروح والعقل والقلب معك يابا. إن شاء الله هالدموع تتحول لدموع فرح قريبا برغم من الاحتلال وبطش الاحتلال. الله يسعدك عليك يابا، وأنا تخرجت من الجامعة وكان نفسي أنك تكون معي، بس أنا عارف إن روحك وعقلك وكلبك وجميع إشي معنا يابا. الله يفرجها عليك عن قريب يا رب يا رب. أنت بناتك معك اليوم عبر البرنامج. هاي جوجي، يلا حكي مع سيدو. يلا يا جوجو يلا. الله يخليهم يا ربي، الله يحفظهم جميعا. احكي مع أنا بحبك يا سيدو. إن شاء الله يا ربي بروح سيدك وبيحتضنك وبتكوني بأحسن حال. أختي الكريمة تحكي لنا كأخت كبيرة لهاي الأسرة وبهاي المعاناة اللي نحكي فيها، كديش مسؤوليتك بتكون مضاعفة في ظل اعتقال والدك؟ طبعا المسؤولية على الجميع. أنا لما انسجن أبوي كان عمره 9 سنين وهسا عمري 25 سنة. الحمد لله يعني أبوي كان قبل فترة ما يحكيش معنا تلفونات بس على طريق الزيارة، أنا زرت آخر مرة شهر 1 بس الحمد لله في روحه وكلبه وعقله معي ومع أختي، يعني في جميع إشي معنا. الفرحة منقوصة طبعا، بس إن شاء الله تكمل بترويحته بإذن الله تعالى. إن شاء الله يا رب. وإلكوا الحق إنكم تفتخروا بوالدكم طبعا. أبوي فخر نقش في الصخر من أجل هذا الوطن الغالي علينا جميعا. إذا لك رسالة أخيرة لوالدك عبر البرنامج تفضل. لا أنا بوجه له التحية وإن شاء الله ربنا بفرجها علي عن قريب يا رب يا رب. بدنا نأخذ أبناء الأسير. بوجه تحيات لأبويا وبسلم عليه وعلى جميع الأسرة، وإن شاء الله فرج عن قريب إن شاء الله يا رب. بتزوره لوالدك؟ لا والله بجزء اللي 6 أشهر ما زرته. ما بتزوروش؟ لا والله. كيف كانت الأجواء، أجواء الفرحة سواء بتخرج شقيقتك من الجامعة أو تخرج شقيقتك الأخرى من الثانوية العامة؟ والله الحمد لله تمام، بكت بس بكت ناقصة الفرحة الأكبر فرحة أبويا. طيب نحكي معك عن
التكامل في البلد. قديش في تكامل في دير عمار مع عائلات الأسرة؟ يعني لما نجحت شقيقتك شعرتوا انه نجاحها هو فرحة لكل البلد؟ طبعا ولا اكيد، لانها بنت اسير 100%، لانها بنت اسير بيهتموا في 100% بنت بيهتموا. كل احترام لك، تفضل اخي العزيز تعرف على حالك ايضا شقيق الاسير. انا محمود اسماعيل ابن الاسير اسماعيل عارف، بتمنى له الفرج لاولاد كل الاسرة ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله رب العالمين. الفرحة في هاللمة ان شاء الله بتكتمل بوجوده ان شاء بيكتمل. الله انت اليوم الى جانبك رفيق درب والدك اللي بشهادة اهالي دير عمار يمكن اقرب حتى من اخوته عليه، لانه رفيق درب اسر، رفيق درب طفولة ونضال. اليوم كدش بيعني لك انه محمود الشيخ رفيق درب والدك معكو بكل التفاصيل اللي بتعنيكو كأسرة؟ انه مليح محترم وبيجي علينا كثير، بتواصل معكم؟ بتواصل معنا كثير. كل احترام. بدنا ناخذ اخونا محمود الشيخ رفيق درب الاسير اسماعيل عودة اليوم عبر برنامج عمالقة الصبر. بدنا نحكي معك بجزئيتين. بالجزئية الاولى كديش الاسير هو يتابع اليوم برنامج عمالقة الصبر ويشوف بناته اللي غاب عنهم سنوات طويلة متفوقات متميزات بالرغم من كل الالم المحيط فيهم، كيف تكون مشاعره حاليا اسماعيل لما يشوف بنته بنجاحها وبمعدلها؟ بيعرف انه انتصر. ابعدوه عن عيلته، ابعدوه عن اولاده، حتى هذه الدار او هذه العيلة تنهار في غيابه، الا انه الحمد لله هي قدامه. تخرجت من جامعة بيرزيت، تخرج توجيهي، بناته تجوزوا، اولاده هم شباب، فهذا بحد ذاته انتصار وتحدي. وتحدي بعد الحلقة هاي اسماعيل اسمع معنوياته راح تكون فوق الريح. انا انتصرت، هاي بنتي نجحت، هاي بنتي الثانية تخرجت، هاي انا موجود، هاي اصحابي موجودين، هاي التنظيم موجود، هاي اخته موجود. اذا اسماعيل من هذه الناحية راح تكون معنوياته فوق الريح. كرفيق درب للأسير، لو اسماعيل بده يهدي هذا النصر اللي حققه وهو في السجن من خلال ابنائه وبناته لمين بيهدي؟ بيدي لقضيته، انه في حق وانه انسجن على حق وانه انتصر بحق. هاي الموجودين. كل احترام. الله يسلم. هذا النفس اللي بنعتز فيه دائما. نحكي عن اسماعيل قبل الاعتقال، نحكي عن رفقة الايام والزمن الجميل. شو كان يميز اسماعيل قبل الاعتقال؟ اسماعيل احن واحد في الحياة، اسماعيل معطاء، اسماعيل اول مرة بدي احكي عن حدا وانا عاجز، اقسم بالله عاجز. اسماعيل شو بدك تحكي عنه مظبوط؟ في التضحية أولنا، في محبته إنا أولنا. يعني أقول لك هو مش بحب، إحنا بنحب بعض وبنحترم بعض وكذا ورفيق الدرب، لكن أقسم بالله إنه أحسن مني. أكثر من هيك مش أوضح لك. اسماعيل أسطورة. كل احترام. الله يسعدك. إحنا نوجه له كل المحبة وكل التحية، ومشاعرك واضحة. الله يا أخ سامر وصادقة. أول مرة محمود الشيخ برتبك لأنه بدي أحكي عن صاحب إلي، هو صاحب أخو. هذا الوفاء، هذا الله. الوفاء اللي بنفتقده للأسف جميعا. تحكي لنا اليوم عبر البرنامج عن أبرز المواقف اللي جمعتك مع اسماعيل داخل أقبية الاحتلال. إحنا بنعرف أنك أنت أمضيت حوالي 13 عام باعتقالين منفصلين. تحكي لنا أبرز المواقف اللي جمعتك مع اسماعيل داخل المعتقل. أنا كنت في قرار كنه من الاستخبارات السجون إنه محمود الشيخ واسماعيل ما يتلاقوا في سجن واحد. نقلوني من سجن عسقلان، اتوجهت على وين؟ على سجن إيشل. في إيشل قعدت حوالي شهر أنا واسماعيل. طبعا بننامش 24 ساعة حديث، نتخرف، نعيد ذكرياتنا، نشوف شو سوينا، دراسة، كنا 24 ساعة عايشين مع بعض. في طلة ضابط استخبارات دخل على سجن إيشل، فطلع لما بقول شو جاب هذا هين عني. بعد ساعة نقلوني عن لقب. حرمتوا من اللقاء داخل أقبية الاحتلال، ولا يمكن يجمعونا مع بعض. إن شاء الله بتجتمعوا على أرض فلسطين محررة من دنس الاحتلال، وفي القدس العاصمة الأبدية لدولتنا المستقلة كاملة السيادة. إذا لك رسالة لأسرى دير عمار بشكل عام، لاسماعيل بشكل خاص، أنا بتمنى لهم الإفراج العاجل، وأحنا موجودين على الساحة وأحنا مشتركين عائلاتهم، وأقسم بالله إذا هي دمعت أنا انجرحت. صحيح. شو بدك أكثر؟ كل احترام. فبالنسبة لاسماعيل إنسان مضحي، والحمد لله ربنا موفقه، وهي أولاده جنبنا كبروا،
طيب يعني ما ضلش إشي لإسماعيل، إسماعيل بس يطلع والحمد لله كل شيء جاهز إن شاء الله بتحرر هو وكامل أسرانا قريبا. حدا بحب يشارك أيضا عبر البرنامج؟ محمد تفضلي، بنته أيضا كريمة الأسير، تفضلي. أنا دينا بنت الأسير إسماعيل عارف، بحب أهدي سلامي لأبوي ولجميع الأسرة وإن شاء الله بفك أسرهم، وحبيبي بحكي لحبيبي ياسم إن شاء الله بتطلع عن قريب إن شاء الله يا رب. أنت أصغر؟ لما انسجن أبوي كان عمري 3 أشهر، ثلاث شهور فقط. اليوم لما صرتوا صبايا وصرتوا قد الحمل ما شاء الله بنجاح خواتك بإصرار إخوتك على التحدي برغم من كل هالظروف، شو الرسالة اللي بتوجهيها لوالدك اليوم، رسالة النصر اللي حكى عنه محمود الشيخ برغم من ظلام السجون؟ بحكي لحبيبي يا سمع، والله الفرحة كانت ناقصة لأنك أنت مش بيننا وإن شاء الله بتطلع عن قريب إن شاء الله يا رب. كل احترام إليك. شقيقة الأسير حابة تضيف إشي، تفضلي. وبعدين يعني بيرجع الفضل لأبو عارف الأخ محمد اللي بكى داير بال أولاد محمد أخوه، أولاد إسماعيل أخوي، وبكى هوتا يعني محمد هايو أخوي الكبير، بكى هو اللي داير بال أولاد محمد أولاد إسماعيل. الحمد لله طلعوا مربيين ومتعلمين ولا نقص عليهم إشي من أبوهم مش هان، الجميع ضحى إلهم والحمد لله، بنشكر الله على هالفضل. كل احترام إليك أختي الكريمة. بدنا نوصل الميكروفون لشقيق الأسير لو سمحتوا. بسلم على أسامة وعلى شعبان وعلى جميع المساجين لأنهم أولادنا. يعطيك العافية أخي العزيز، سمعنا الرضا من الأخت من رحمك، هذا الرضا اللي بيعنيك وبيعني كل مناضل فلسطيني. اليوم عبر البرنامج رسالتك التطمينية لأخونا إسماعيل بعد هالسنوات الطويلة من الغياب داخل المعتقل. أول إيش إحنا بنشكر تلفزيون فلسطين، حياك الله، وبنقول الحمد لله رب العالمين على كل شيء، وبنتمنى الفرج للجميع الأسرى وأسرى أهل دير عمار وأسرى جميع فلسطين إن شاء الله. وبالنسبة لأخوي إسماعيل بنحب نقول له إن الشباب هاي موجودين الحمد لله، والبنات والصبايا والحمد لله كبار ووضعهم ممتاز جدا، وبنحب نطمنه. وبالنسبة لإسماعيل يعني جميع أهل دير عمار بالتحديد من الدكتور لحتى اللي شوي يعني عقلاته بيضلوا يسألوا عن إسماعيل، لأن إسماعيل محبوب من أهل دير عمار. في إجماع على حب إسماعيل وحب أسرار المناضلين أكيد. نعم صحيح، بكى يمزح مع جميع الناس مع الصغير والكبير، حتى اللي يعني الاختيارية الكبار دائما بودوا له سلامات معايا، ودائما يعني إسماعيل ما بروحش من بالنا، اذا بده يروح من بالنا الناس على طول بتذكرنا فيه. الحمد لله رب العالمين. احنا بنكون ان شاء الله انه بعم السلام، وجميع الاسرى بتتحرر، وبنهدي سلام لاسامه جبرين وشعبان وجميع الاسرى اللي بيعرفونا. واحنا ايضا نوجه لهم جميعا كل التحيه وكل المحبه. تحكي لنا قديش المسؤوليه كانت كبيره في ظل غياب شقيقك، مع التواصل مع الصبايا ما شاء الله الماجدات وهالشباب الأشاوس. الحمد لله يعني الحقيقة إسماعيل دائما بكى يقول إلي أنا أبوين، أبو مات وأبو موجود اللي هو عني، فبعتبر أنا وياه يعني إحنا عروس بعض، بعتبر أنا وياه أصدقاء، روح واحدة، روح واحدة مش عارف كيف يعني بدي أوصف لك. يعني بحقيقة بتمنى بنبسط لما أولاده بنجحوا أزود من أولادي، لما أولاده بيبكوا أحسن من أولادي أنا ببكى مبسوط. يعني اليوم ابن احمد هذا الصغير بقول بدي احكي على التلفزيون يابا، كنت اللي احكي الله شو بقول لك قاعد، بقول لي بتمنى ان اخوتي يبكوا نحب بعض زي ما بتحب انت وعمي بعض. كل احترام والحمد لله رب العالمين. اولاده برضه بنفرقش احنا يعني زيهم زي اولاده وزياده شحطه. هاي رساله المحبه والوفاء اللي دائما عائلات الاسرى بقدموها، وعائلات الأسرى بصروا عليها للتأكيد على أن الأسير ليس وحيدا داخل أقبية الاحتلال. البيت اللي فيه أسير كل البيت أسير، والهم واحد والشعور واحد، وإن شاء الله بكون بينكم قريبا أخونا إسماعيل هو وكامل أسرانا. كل التحية إليك. نأخذ ابنك اليوم عبر البرنامج المصغيرة اللي هي برضو أخونا الكبير أبو رأفت، يعني دائما في الصورة مع أولاده ومعنا والحمد لله رب العالمين. وهذه مريم بكى يسأل عنها. أعطينا مريم. مريم هذه بكى يسأل عنها دائما، بنتي ما شاء الله عنها. مرحبا سيد إسماعيل. هذه إن شاء الله إنه بكون قريبا إن شاء الله معها ومعكم جميعا ليشوف هاي الأطفال، هذول الأطفال اللي غيب عنهم بفعل هذا المحتل الغاشم. كل التحية إليك وكل المحبة إليك. بدنا نأخذ ابنك إذا حاب يوجه رسالة لعمه. السلام عليكم، أنا اسمي أحمد عمي الأسير إسماعيل عارف،
وأنا بتمنى إنه يطلع ويشاركنا هاي الفرحة، وبتمنى إن جميع الأسرى يطلعوا والاحتلال يروح عنهم يا رب. تفضل عمي تعرف على حالك. أنا إسماعيل محمد عم الأسير، وبتمنى للفرج القريب وإن شاء الله بشاركنا الفرحة دائما يا رب. تفضل أخي العزيز، أيضا مداخلة من أسرة إسماعيل عودة، تفضل تعرف على حالك. أنا عارف محمد عارف ابن أخو الإسماعيل، إسماعيل عارف الأسير إسماعيل عارف. بحب أوجه رسالة إلى كل عام أنت بخير يا عمي، وإن شاء الله الفرج القريب إلك ولجميع الأسرة إن شاء الله عن قريب يا رب. كل التحية لكم جميعا. حدا بحب يضيف؟ تفضل. بلشنا في التنظيم وبدنا ننهي في التنظيم. أين التنظيم؟ إحنا بنوجه في رسالة حاليا للجامعات الفلسطينية، للمعاهد الفلسطينية، إن يكون هنالك أولوية لأبناء الأسرى وأبناء الشهداء، خاصة في موضوع الدراسة. نعم. كما بنوجه رسالة إلى وزارة التربية والتعليم ممثلة بالوزير صيدم على أن يكون استقطور صبري صيدم، على أن يكون هنالك أولوية في التوظيف لأبناء الأسرى في السجون الإسرائيلية. هذه رسالتنا اليوم من أجل أن نحقق الثبات وأن ننتصر على هذا العدو الغاشم، بأن نكون نوجد معين لأبناء الأسرى ولعائلات الأسرى. فيجب أن يكون هنالك أولوية في التوظيف في وزارة التربية والتعليم بالتحديد من أبناء الأسرى. كل احترام لك أخي العزيز، كل احترام لكامل الحاضرين اليوم معنا عبر برنامج عمالقة الصبر. منبارك مرة جديدة للخريجات، برغم من الآلام حققوا انتصار آخر يضيء شمعة برغم من ظلام المحتل داخل تلك الأقبية الاحتلالية. مشاهدينا، هؤلاء عائلات الأسرى، عزيمة وإصرار وتحدي، هم عنوان ريادي للكل الوطني. فاصل ومن ثم نواصل عبر برنامج عمالقة الصبر. من جديد مشاهدينا نرحب بكم عبر برنامج عمالقة الصبر. نتواجد الآن أمام منزل الأسير رجائي عبد القادر في مخيم دير عمار، لنقف إلى جانب عائلة الأسير بعد أن تفاقم وضع أسيرنا البطل الصحي، حيث انتشر مرض السرطان داخل جسده بسبب الإهمال الطبي المتعمد. دعونا نقف إلى جانب هذه العائلة. إذن نتواجد الآن مشاهدينا في منزل الأسير رجائي عبد القادر الذي يعاني ظروف صحية. ملف الأسرى المرضى، هذا الملف الذي يتجدد مع كل حالة مستعصية بسبب الإهمال الطبي داخل تلك الأقبية الاحتلالية. إلى متى سنستقبل أسرانا بأكياس سوداء؟ هذا السؤال المطروح على طاولة كامل المؤسسات الدولية. على العالم التدخل الفوري لنجدة أسرانا من الموت المحتم داخل تلك الأقبية الاحتلالية. اليوم معنا شقيق الأسير رجائي، حياك الله. اليوم عبر البرنامج بدنا تحكي للسادة المشاهدين عن ظرف الصعب اللي بمر فيه حاليا رجائي، خصوصا أنه رجائي لم يكن يعاني من أي مشكلة صحية قبل الأوضاع. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا رجائي له 3 سنين داخل السجون الاحتلال، بلشت معه أعراض المرض من 10 شهور تقريبا ل12 شهر، بلشت معه ورم بالخصاوي. طبعا كان قبلها يعني بشهر بيعاني، وبتعرف الدكاترة مسكن. آخر شيء لما بلش بين معه ورم حولوه طوارئ، لما حولوه طوارئ أخذوه على المستشفى. طبعا داخل المستشفى على طول بنجوا بدون علمه، طبعا عملوا العملية اللي هي استأصلوا الخصوم من خصماته. طبعا عملوا له العملية، بعدها طلبوا منه انه يضلوا انه اسبوع لاسبوعين تحت المراقبة بالمستشفى. طبعا بدهم يحطوه تحت المراقبة وهم كبل ايدين ويجرين. طبعا رفض الحكي هذا لانه بتعرف الواحد التخت يعني ما بقدر تحرك. رفض يضلوا بالمستشفى، رجع على السجون. طبعا اخوانه الاسرى قاموا فيه وقاموا بالواجب. طبعا بعدها تقريبا 3 اسابيع راحوا عملوا له كمان صورة،
لما عملوا له الصورة أجا أول دكتور حكى له رجائي الحمد لله فيش معك إشي والوضع تمام واستأصلنا كل المرض. هلا بعدها بأسبوع العشرة أيام طلبت البروفيسورة بالداخل المستشفى بتحكي له رجائي أنت طلع معك سرطان بالرئتين وبالكبد ولازم تباشر علاج وإحنا عملنا لك خطة علاج. وهذا الحكي طبعا له بالضبط 6 أشهر هسه. عملنا لك خطة علاج على أساس تباشر ولازم إنك تباشر العلاج. حكى لها ماشي أنا ما في عندي مشكلة وبالعكس يعني حابة تعالج وحابة. طبعا من 6 أشهر للحظة هاي غير حبة المسكن ومن جديد بجزء من شهر صاروا يعطوه حبة منوم لأنه بطل ينام يعني 24 ساعة بس. أحكي لك من شهر بلشوا يعطوه المنوم لأنه بس ساعتين بينام يعني حتى ساعتين متقطعات يعني من نزاع مش ساعتين كاملات. واحنا يعني ما بنطلب بنطلب انه طبعا بكرة له محكمة افراج مبكر وهي شليش برضو يعني بس يطلعونا اياه انه نباشر علاج مش اكثر من هيك او يباشروا علاج ويا عمي مسامحينهم بالسلم. اليوم احنا بنتهم السجان ونتهم حكومة الاحتلال بامتهان كرامة اسرانا بتعريضهم لخطر حقيقي داخل السجون. بدنا تحكي للسادة المشاهدين عن وضع الصحي لشقيقك قبل الاعتقال. وضعه الصحي يعني من قبل سنة ما كان يعاني من أي شيء يعني ما شاء الله عنه يعني كان ما شاء الله صحة وإشي. هسه طبعا يوم الأربعاء كان إلي زيارة له لو تشوفه بتبكي أحد يعني كتير ضعفان ما بيحكي معي إلا وإيده على صدره هيك يعني مش إذا شال إيده ما بيقدر يحكي. كل 4 ساعات لازم حبتين مسكن 500 ألف يعني كل 4 ساعات غير المسكن والمنوم ما في ما في يعني لدرجة انه بحكي لي يا اخوي اذا طلعوني اهم اشي جيبوا لي مسكن معكم انتو جايين. شو بدي احكي لك يعني لما اروح اجيبه من الخليل او من هاد بحكي لي لا تنسوا المسكن جيبوا لي معكم مسكن. ربنا يطمنكم عليه. هو الالم المستمر داخل السجون. مطلبنا الاساسي هو حرية كامل الاسرى دائما ولكن على رأس الأولوية أسران المرضى الذين يتعرضون للموت في كل لحظة وحين. بدنا نأخذ زوجة الأسير أيضا معنا اليوم عبر برنامج عمرك الصبر. حياك الله خيتي، تعرف حالك في البداية؟ ريناد عبد القادر زوجة الأسير رجائي عبد القادر. تحكي لنا أختي الكريمة اليوم عبر برنامج عمرك الصبر آخر زيارة زرتي فيها زوجك وقتش كانت وكيف كانت صحته؟ أنا آخر زيارة ب15/4 لأنه تسريحي أمني لثلاث سنين وزرته الحمد لله كويس ومليح الحمد لله رب العالمين بس إنه بدعي إنه الله يصبره بس. وضعه الصحي تحكي لنا عنه. شو يعني تعبان انت ايش بتحكي عن سرطان كبد ورئة اهمال طبي ايش بده يكون وضعه؟ ربنا يطمن قلبك. وهذه نتيجة لممارسات الاحتلال القمعية بحق أسرانا داخل السجون وهذا الاهمال الطبي المتعمد اللي بتعرض له أسرانا. نأخذ أيضا مشاهدينا عمة الأسير اليوم معنا عبر البرنامج عمارك الصبر. شو حابة تحكي لأسيرنا؟ شو حابة تحكي للعالم الصامت أمام معاناة أسرانا؟ أتمنى من جميع العالم أنهم يوقفوا مع رجائي ومع جميع المرضى لأن المرضى في السجون يعني ما بيقدروا على شيء. فإني بتمنى من الله أنه يفرج عنه بكرة وإن شاء الله الإفراج العاجل له لجميع الأسرى. قبل ما أبوي حبس ما كانش في إشي بدي العالم دخل مشان يطلع لي نلعب معايا. أبوي مرتني إياه معاي وضحك علي إياه بساعدني نلعب معايا. إلى متى سيبقى هذا العالم صامتا أمام معاناة الأسرى المرضى داخل السجون؟ أسرانا يتعرضون للموت في كل لحظة وحين بسبب الإهمال الطبي المتعمد داخل تلك الأقبية الفاشستية. من برنامج عمالقة الصبر ومن أبناء الأسرى من طفلي الأسير رجائي عبد القادر نستصرخ كل من تبقى لديه ذرة من الضمير أنقذوا أسرانا. فاصل ومن ثم نواصل عبر برنامج عمالقة الصبر. من جديد مشاهدينا نرحب بكم عبر برنامج عمالقة الصبر. وصلنا الآن إلى منزل الأسير البطل محمود روبين الذي
توفي والده الأستاذ روبين قبل أيام معدودة، عظم الله أجركم أخي العزيز. نحن الآن نتواجد مع أحباء والدك، مع إخوتك، لنكون إلى جانبهم، ننقل صوتهم إليك للتأكيد على أن والدك هو والد كل فلسطيني. معنا اليوم أشقائك وأحباء والدك، أهلا وسهلا فيكم جميعا وعظم الله أجركم. في البداية شقيقك الأكبر، حياك الله أخي العزيز، رسالتك لمحمود في هذا المصاب الجلل. بسم الله الرحمن الرحيم. رسالتي إلى أخي محمود الصبر والتحمل، لأن جميعا معه، وفي بالنسبة لفقدان الوالد رحمه الله، هو أب الجميع وأستاذ الجميع. بداية أقول إنه كان والدي وأستاذي، نعم الوالد ونعم الأستاذ، كان يعلم الجميع الصبر والتحمل، وكان متميزا بصبره وعطائه وتحمله. إنما ليست هذه شهادة مني لأنه والدي، وإنما إحساسي وشعوري بالنسبة إلى أغلب الطلاب والناس الذين عرفهم الوالد رحمه الله. عظم الله أجركم مرة جديدة وربنا يصبركم. بنا نأخذ أخونا أحمد شقيق الأسير محمود روبين. أخي العزيز، في اللحظات الأخيرة لفراق والدك ووفاة والدك، كان دائما محمود روبين حاضرا في فكره، في ممارساته اليومية. تحكي لنا أبرز الذكريات وأبرز الوصايا اللي حملكوا إياها الوالد المرحوم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الوالد رحمه الله طبعا أستاذ الجميع، وأستاذي والدي وأستاذي طبعا، وكان أستاذ أخونا محمود الله يفك أسره. كان من ميزاته الذاكرة القوية رحمه الله. كان أستاذ تاريخ ودين ولغة عربية، أخذ ماجستير بعد 62 سنة، طبعا بنسبة نجاح 85%. رحمه الله كان هو اللي سجلنا للزيارة، يتصل علينا جميعنا يحكي بدي أسجلك، بدك تروح على الزيارة، بالرغم من كل مشاغله، بالرغم من كل مشاغله، بالرغم من كبر بالسن، وكان يصر على أنه يسجل نفسه. نعم. ونحكي له يا حج انت يعني خلص بلاش، لا بدي اروح. فكان يعني ميزة عالية في مع التعب، وكان يعني عنده في المفاصل رحمه الله ألم، ما هيك كان يروح. لما توفى الزيارة الأخيرة رحمه الله تخربشت أمورنا، ويعني يعني ما عرفناش كيف بدنا نرتب امورنا. بس هو رحمه الله عليه، هو رحمه الله ما كانش يغفل بالمره عن موضوع محمود. يعني بالزياره بالتلفون ما يعني يستنى تلفونه، استني رحمه الله عليه. ان شاء الله ربنا يفرج عن جميع الاسرى، وبشوفوا اهاليهم برا، وبتكون افراح مش احزان ان شاء الله. امين رب العالمين. اليوم آمين. رسالتك لاخوك لمحمود بعد هذا المصاب الجلل، انه شد حيله ودير باله على حاله وعلى الاسرى الموجودين معه، وهم اخوانك زي ما احنا اخوانك يا محمود، ودير بالك على حالك. انا للامانه بوجه التحيه لاخونا مهند ابو سمره، مهند حماد، ولاخونا بلال ابو رداحه، ولكل من اتصل وسال وتم التاكيد على انه والدكم هو كل الاحترام لها. باكد لكم انتم كاسره انه المشاعر داخل السجون، مزبوط اخوكم بعيد عنكم بس له اخوه ثانيين ايضا داخل السجن، الحمد لله قوموا من عزيمته، وهذا ديدا الشرفاء. كل التحيه لك اخي العزيز وعظم الله اجركم مره جديده. شكرا. بدنا ناخذ ايضا شقيقه، تفضل شقيق الاسير محمود، تفضل عزيز محمد روبين اخونا محمود. احنا بنعزي اخونا محمود وجميع الأسرة والشباب يعني، وإن شاء الله الله بفرج عنهم جميعهم في أقرب وقت يعني يكبوا بيننا إن شاء الله. ربنا يصبركم وعظم الله أجركم مرة جديدة. ننتقل لشقيقك، تحكي لنا عن أبرز الذكريات اللي بتستذكرها اليوم عبر البرنامج في العلاقة اللي كانت بين محمود ووالده. بسم الله الرحمن الرحيم.
الوالد يعني بالنسبة لمحمود كان محمود أصلا كل بحبه يعني ومرح، فكان الوالد يعني يحبه خاصة إننا من سجن كان برضه يعني في 20-22 سنة. نعم. وكانت الوالدة متوفية يعني من الهش زمان، فكان يعني هو بالنسبة إلى يعني بسد عن إمه وأبوه يعني. نعم. فكان علاقته مع مميزة، ومحمود هو يعني بالنسبة إلنا كان يعني هذا إلى مزيح معنا، والكل بحبه صغير كبير يعني أخوته ونسوانهم الأولاد، والحمد لله رب العالمين يعني إن الله مع الصابرين يعني. إن الله مع الصابرين. الخارطة اللي وراك لبيرم معين هي رسم وتخطيط والدك الله يرحمه. قديش هذه اللوحة اللي بتعبر عن طفولته اللي بتعبر عن أراضينا المحتلة عام 48، تحكي لنا قديش هاي الذكريات اللي بتربطك في الوالد، قديش كانت تعني له هاي اللوحة بالتحديد؟ سبحان الله يعني هذه احنا صغار كنا نضل نسأل نرجع على البلاد وشي يقولوا إن شاء الله السنة الجاي هو حياة أمي كمان، فهذه الصورة أو يعني كان عمره تقريبا أقل من 10 سنين حسب ما بعرف كمان حتى من كربائنا، فيعني تقريبا زي إشي أجاز إنه معجزة إنه واحد طفل يظل متذكر البيوت والشارع والمسجد والمدرسة وهي كلها. فلما إحنا شفناه من كم سنة بيستعيد ذكرياته وبرسمها يعني استغربنا، يعني الواحد صعب إنه يتذكر قبل 65 سنة كان طالع إلى 65 سنة من البلاد وبلش يرسم هاي الخارطة، ممكن يستعمل ببعض المعلومات الناسخ أكبر منه في العمر وهذا إشي جاهل، بس فعلا أنا حسنا أنها كنز يعني من الكنوز اللي هو ده أكيد أن شعبنا مهما تراكمت الأجيال وتتابعت الأجيال لن ينسى. كل احترام لك أخي العزيز وعظم الله أجركم مرة جديدة، بدنا نأخذ قريب كل يوم عبر برنامج عمارة الصبر، حياك الله ورسالتك لمحمود. أول شيء قبل ما أوجه رسالة لابن خالتي محمود، أنا بشكر تلفزيون فلسطين والحركة الأسيرة على هذه الوقفة الطيبة مع محمود وأبناء خالتي أخوان محمود، وأنا حتى مع الأسرة جميعا، وهذه وقفة طيبة تؤكد أن الشعب الفلسطيني هو جزء واحد جسم واحد، إذا تداعى عضو من أعضاء الجسد تداعى له سائر أعضاء الجسد بالسهر والحمى. وحقيقة إذا كان لابد أن أعزي ابن خالتي محمود وأبناء خالتي بوفاة هذا الرجل العظيم في المجال التعليمي، لابد أن أعود لأقول بأن الأستاذ روبين عم أبو سائد ومحمود وأهل الأسرة جميعا هم درة وتاج هذا الشعب الفلسطيني، لأنهم هذه الفئة هي الأكثر فئات الشعب الفلسطيني معاناة. نعم. رغم معاهدة أوسلو هم الأكثر معاناة سواء في ساعات الاعتقال أو في أيام. نعم. الزيارات أو في المعاناة المتواصلة. أي نعم. وهذا فخر لنا جميعا أن يكون محمود وأسرانا في سجون الاحتلال يعانوا ما يعانوا، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم الفرج بإذن الله. تحكي لنا عن التواصل الاجتماعي مع عائلة الأسير بعد وفاة الوالد. أولا الحقيقة يعني الأستاذ كان معلم لنا سواء في العلم في المجال التعليمي أو في المجال الاجتماعي، وأكبر دليل أنه في ساعات العزاء أو في أيام العزاء الثلاثة في مقر أهالي بئر المعين في مخيم قلنديا يكاد الثلاثة أيام لم يفرغ المكان نهائيا من وهذا تقدير للأسير والأسرة. أي نعم. وللأسير ولأسرة الأسير ولوالد الأسير. نعم. ولكل هذا الشعب العظمة الكبرى إن شاء الله. كل احترام إليك. بدنا نأخذ مشاهدينا أحد طلاب المرحوم روبين. حياك الله عمي. أنت أحد طلاب الأستاذ روبين. نعم أنا بهجة عبد الفتاح مناصرة أحد طلاب الأستاذ روبين رحمه الله. كان الأستاذ رحمه الله متفانيا ومخلصا في عمله، ولم يكن مقتصرا على مجال التعليم فقط، كان يشارك في كل حاجة اجتماعية في مشاريع في داخل البلد وإصلاح من إصلاح أو مشاريع. نعم. تعود بالخير على أهل البلد سواء في عين عريك أو في غير عين عريك. نعم. ودائما هو يعني في المقدمة. نعم. رحمه الله اليوم كصديق للوالد وكطالب للأستاذ روبين، شو رسالتك لابنه عبر برنامج عمارة الصبر لابنه الأسير محمود روبين؟
أول شيء بنعزي في وفاة والده الأستاذ روبين، ليس والد محمود وحده، والدنا جميعا رحمه الله وأسكنه في سياح جناته، ونسأل الله أن يفرج عن جميع الأسرة يا رب، أن يفرج عنهم وعن قريب إن شاء الله. ووالد محمود هو والدنا جميعا، وعليه بالصبر، ونحن شعب يجب أن نتحلى بالصبر، وربنا سبحانه وتعالى يصبرنا. ورحم الله الفقيد وأسكنه في سياح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كل احترام إليك. أيضا أحد طلبة المرحوم الأستاذ روبين، حياك الله اليوم، رسالتك تفضل. والله أولا أنا بغتنم الفرصة لنشكر تلفزيون فلسطين ونادي الأسير كل من ساهم بهذه اللفتة الكريمة تجاه آل الأستاذ روبين، تجاه محمود الأسير اللي إحنا، أنا يعني صديق لأبناء المرحوم الأستاذ روبين، وبعرف الأخ محمود وأهله وإخواننا، وبعرف أنها راح إن شاء الله تكون برضو دعم معنوي للعيلة وللأسير. وأنا يعني بعز الأسير، وكنا نتمنى يكون معنا لما توفى أبوه زي أي وضع طبيعي. يعني أنا قبل 10-12 سنة توفى أبوي، كنت موجود. وبقدر هذه المعاناة حقيقية، بقدر هاي المعاناة. فلما يكون الواحد قريب وبعاني، فكيف لما بيكون بعيد؟ يعني احنا والجميع كان بتمنى يكون محمود بيننا، ويشوف ابوه ودعه ويمشي بجنازته وياخذ بعزاه زي اي وضع طبيعي. شو بيميز محمود روبين عن باقي افراد الاسرة؟ كان ممكن هيك بالفلاح بنقولها فعفوت شوية، مريح، صاحب حركة، و شخصية هيك بتنحب. يعني ان شاء الله برجع لهالبيت، برجع البث لهالبيت قريبا. كل احترام لك اخي العزيز. بس بدي اضيف بالنسبة للاستاذ روبين، تفضل، هذا كان والد الجميع مش بس لابنائه، وكان دائما يأكد، وهو استاذ ودرس اكثر من 40 سنة. نعم. انا يعني طلعت من المدرسة من عنده سنة 84، كان يأكد دائما ان اقول انا رسالتي تربية وتعليم. صحيح، التربية قبل التعليم. وكان صحيح، فعلا يربي، كان يربي دينيا ويربي وطنيا، رحمه الله عليه، رحمه الله، وربنا يصبر العائله محمود تحديدا اليوم في برنامج عمارك الصبر. ايضا معنا الان احد طلبه الاستاذ، احد طلبته وابن اخوه، حياك الله. تفضل. والدي اول شيء بادي لبد اشكر هي التلفزيون، حياك الله الأسرة، واقول لاخي وابن اخي وابن عمي محمود، عظم الله اجركم، وان شاء الله ربنا يفك اسرك واسر جميع الماسورين باذن الله تعالى. أما بالنسبة لعمي روبين، فقد رأيت عليه طموحا قل ما تجده عند الشباب في هذا العصر الحالي. فقد التحق بجامعة دمشق في بداية الستينات من القرن الماضي، وبظروف حرب 1967 انقطع عن الدراسة مدة عقدين من الزمن، ثم عاد إلى دمشق وأكمل دراسته في بداية في الثمانينات من القرن الماضي. وعندما أصبح عمره قريب من 65 حصل على شهادة الماجستير، وكان يطمح قبل مماته أن يحصل على شهادة الدكتوراه، وهذا قل ما نجده عند شبابنا في هذا العصر الحالي. صحيح. فرحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته ويصبر جميع الأسرة يا رب العالمين. كل احترام لك أخي العزيز. مشاهدينا فاصل ومن ثم نواصل عبر برنامج عمارة الصبر. ميزان العدل، ظلمة من غيرك الدنيا، انت لما مش شمل، انت خير من الأمينة، انت ميزان العدل، ظلمة من غيرك الدنيا، انت لما مش شمل. يا أبي سجادت صلاتك على إيد. من
جديد مشاهدينا نرحب بكم. لازلنا عند أسرة الأسير محمود روبين لمشاركتهم هذا المصاب الجلل بوفاة والد الأسير محمود. معنا الآن الأسير المحرر عبد الفتاح دولي صديق الأسير محمود روبين اليوم عبر برنامج عمالقة الصبر. قديش أخي عبد الأسير بتفاعل إيجابيا حتى في حالة وفاة والده مع هذا الترابط الاجتماعي اللي نشهده عند وفاة أحد الأحبة بالتواصل الاجتماعي مع عائلة الأسير مع مواساة عائلة الأسير من كامل محافظات الوطن؟ بلا شك هذا عامل داعم ومساند حقيقي للأسير داخل سجون الاحتلال في أصعب موقف قد يتعرض له الأسير. يتمنى الأسير دوما أن لا يسمع خبر وفاة والده أو والدته لأنه الخبر الأصعب على الأسير، وبالتالي الأسير بحاجة إلى كل دعم ومساندة في هذا الشأن. وبالتالي هذا دور أولا على رفاق وزملاء الأسير داخل الأسر وعلى الأهل وأصدقاء الأسير في الخارج وكل من هو مهتم، وبالتالي نحن جئنا هنا كوقفة واجب إلى جانب برنامج عمالقة الصبر ممثل بأخونا المناضل سامر الذي يقف هذه الوقفات الله. التي لها تأثيرها الإيجابي الكبير على الأسرى ومع زملاء وأصدقاء الأسير. لنقول أولا في حضرة هذا الرجل الطيب المربي الذي ربى آلاف من الأجيال من على مقاعد الدراسة وربى أيضا مناضلين أمثال أخونا محمود روبين الذي عكس صورة طيبة للشاب المناضل. يعني نتأمل أن يكون أخونا محمود على قدر من الهمة والعزيمة وهو على قدر عالي من الجلد كما تعودنا منه، وكذلك من رفاق محمود الذين تواصلوا معنا دائما وإلى جانب محمود محمد الكردي أخونا الكفري هم إلى جانب نوجه لهم التحية والإكبار وكل من هم حول أخونا محمود في هذه الفترة. هو بحاجة لكم لدعمكم لمساندكم، وأيضا أخونا محمود رسلتنا إليك كن قويا تحلى بالعزيمة أنت داخل سجون الاحتلال، وتحدي وعبور هذه المرحلة الصعبة هو نوع من أنواع التحدي على هذا المحتل الذي أراد أن يحرمنا من أهلنا وفقدنا والدينا ونحن داخل هذه السجون. هو جزء من التحدي أن نتغلب على هذه الأزمة رغم أنها أزمة صعبة، على أمل أن نراك حرا يا محمود بين أهلك في القريب العاجل. نعزي محمود ونعزي أهل محمود بهذا المصاب الجلد. طيب أخي عبد تحكي لنا وتوصف للسادة المشاهدين عن مشاعر الأسرى بعد مصاب محمود أو أي أسير بفقد والده أو والدته، كيف بيكون في وقفة، كيف بتعامل الرفاق رفاق الدرب رفاق القسم رفاق الغرفة في مصاب كهذا المصاب؟ لولاهم لما استطاع الأسير التحمل، ولي في ذلك تجربة شخصية عندما توفي والدي وأنا في الأسر كان الخبر الأصعب وكانت بمثابة صعقة حقيقية على عليك كأسير يفقد والده وهو داخل الأسر. من يشد عرض هذا الأسير هم الزملاء، الطريقة التي يبلغ فيها الأسير يلتف الأسرى كاملا حول زميلهم الذي فقد والده أو والدته ويبقون إلى جانب هذا الأسير في نفي ذات اليوم ولأيام ويفتحون له بيت عزاء في غرفته ويقفون إلى جانبه. حقيقة وقفة الزملاء هي من يخفف على الأسير هذا المصاب. كل احترام لك أخي عبد وتحياتنا قبلة وفاة على جبين والدتك اللي صبرت سنوات طويلة واللي موجهنا كل المحبة وكل التحية على برنامج عمالقة الصبر. بدنا نأخذ شقيق الأسير بلال أبو رداحة اليوم عبر برنامج عمالقة الصبر، موجه له التحية كل التحية لأخونا بلال رفيق درب الأسير محمود روبين. تحكي لنا اليوم مشاعر بلال أبو رداحة اللي نقل لك إياها وهو داخل سجون الاحتلال بفقدان والد الأسير محمود روبين. طبعا ببعث سلاماتي لأخوي محمود روبين اللي هو أخوي طبعا وجاري وحبيبي، وبعزي بوفاة أبوه والأستاذ روبين طبعا هو جارنا، وبقدرش أوصف لك شو كان بالنسبة إلي. طبعا كان معظم أوقات الصلاة يصليها في الجامع وكان يئم في الجامع ويخطب والله يرحمه. كيف كانت مشاعر بلال شقيقك بوفاة والد الأسير محمود روبين؟
طبعا بلال بتعرف انه هو قضيه هو تو محمود وعصام سلمة نوجه لهم تحيه اكيد قضيه واحده وطبعا هم تاثروا طبعا كثير واول ما سمع الخبر اتصل فيه حتى انه عرف كبلي وانا كنت مروح من الشغل طبعا زعل كثير والله يرحمه الله يرحمه واكيد هم حاليا وحده واحده لشد ازر وعزيمه اخونا محمود روبين. اليوم البيت عندك عامر كما كل يوم اخي محمود بالاحبه بالاصدقاء، كثير من الناس اللي اعتذروا عن الوصول الى البيت اليوم ولكن اوصونا بانه نعزيك ونحمل امانه المحبة دائما إليك، وإن شاء الله قريبا بتكون بيننا أخي العزيز محرر خارج غياهب السجون. دائما أقولها برغم الألم متمسكين بالأمل. إلى هنا مشاهدينا تنتهي هذه التغطية من برنامج عمالقة الصبر، تعازينا مرة جديدة لأسيرنا محمود روبين. هذه تحياتي أنا سامر تيم، أودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. أملنا الكبير دائما أن تكون قد بيضت السجون. إلى اللقاء.